أعزائنا مشاهدي فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي. وبداية يسر أسرة مكتب نورسات الأردن أن تهنئكم بالعام الجديد، راجين أن يكون عام فرح وسلام وطمأنينة على العالم أجمع. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. قداديس الميلاد ترفع صلواتها من أجل أرواح الشهداء. عمان ترنم عنوان أمسية الأردن البيزنطية. الأب إبراهيم بطار سيرحل إلى الأمجاد السماوية. مسيرة نورسات الأردن في عام 2016. أهلاً بكم. أقامت الكنائس الرسولية المختلفة في الأردن قداديس احتفالية بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس البطريرك فؤاد طوال القداس الاحتفالي في كنيسة القديس بولس الرسول اللاتين في الجبيهة بحضور راعي الكنيسة الأب طارق أبو حنة وأبناء الرعية. المجد لك أيها المسيح ابن الله، يا من تجسدت لأجلنا. المجد لك يا طفل بيت لحم، أنت وحدك قادر على أن تعيد إلينا المسرة والفرح والسرور. أنت المولود نوراً وسط عتمة هذه الدنيا، أنت المولود حناناً ومحبة وسط الشراسة والسخط، أنت المولود وداعة وسماحة وسط الغضب والحقد. أيها الطفل الإلهي، يا من لم تجد بيتاً ولا مخيماً ولا مستشفى تولد فيه، يا من اختبرت الهرب من وجه الطاغية هيرودس وجنده الذين قتلوا أطفال بيت لحم، يا طفل بيت لحم تحنن على أطفالنا ونسائنا ورجالنا وشبابنا وشيوخنا. كما ترأس الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم الصماق بحضور أبناء الرعية الكلدانية والإخوة المهجرين العراقيين. الميلاد هو ولادة المسيح اليوم أيضاً في عالمنا وفي حياتنا. الميلاد هو أن نولد نحن أيضاً بالمسيح، نولد ولادة جديدة لحياة جديدة مع المسيح، متواضعين وفقراء مثله، محبين لبعضنا البعض، مصغين لكلامه، بحيث نقدر أن نقول مع بولس الرسول: لست أنا حي بعد، بل المسيح حي فيا. وترأس القس سامر عازر راعي الكنيسة اللوثرية قداس عيد الميلاد المجيد بحضور جمع من أبناء الرعية. رسالة الميلاد لهذا العام رسالة تبدد الخوف وتدعو للثقة والاتكال. قال الملاك للرعاة: لا تخافوا. هنيها ويتبدد وينقشع الظلام وتعتمر القلوب بالفرح والسلام. هذا السلام الذي وعد به المسيح تلاميذه عبر الأزمان قائلاً: كلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وفي محافظة الكرك احتفلت كنيسة القديس جوارجيوس للروم الكاثوليك بقداس عشية الميلاد المجيد بمشاركة أبناء المجتمع الواحد على نية أرواح شهداء الكرك بحضور المهندس محمد المعايطة رئيس بلدية الكرك الكبرى ووجهاء وأعيان المحافظة. في هذا المساء شاركنا في صلاة قداس عيد الميلاد في كنيسة الكاثوليك، وهذه ليست المرة الأولى التي نشارك في مثل هذه الصلوات. نحن في الكرك معتادين على حضور مثل هذه
القداسات باستمرار، لكن في هذا اليوم مشاركة كبيرة وواسعة من أهالي الكرك أصرت إلى الحضور إلى الكنيسة للمشاركة كرد شعبي من قبل أهالي الكرك ضد المجموعات الإرهابية التي تحاول النيل من أمن واستقرار هذا البلد والعبث بوحدته الوطنية. هذه المشاركة هي ردا على ما حصل من ثلة من الخارجين عن القانون والمسيئين للوطن والخارجين عن العقيدة الإسلامية، هي مشاركة فعلية بين أبناء عشائر المسيحية والعشائر الإسلامية بصلاة مشتركة بعيد الميلاد. الميلاد هو ميلاد محبة وميلاد سلام وميلاد تعاون لبناء الوطن وبناء أبناء الوطن بجيل يكون متقدم في المستقبل. الكرك دائما تقدم هذا النموذج من التآخي، من المحبة، من الصلاة، من اللقاء، من تقاسم لقمة العيش. ها هي الكرك دائما بأمجادها التاريخية تقدم ما قدموه منذ الزمن. ها هي الكرك منذ أن كانت التآخي ولقاء خالد بن الوليد من إخوتهم المسيحية ومساندته في غزوة مؤتة تلتقي لغاية يومنا هذا بلقاء إخوة المسيحية ولمحاربة أي تطرف أو من تسول له نفسه بالتعدي على هذه الأرض، أرض طاهرة مباركة بدمائها بدياناتها بطهارة أهلها، فبالتالي لا يمكن لأي كان متطرفا فكريا أو متخلفا عقليا أو مندفع من الخارج للمساس بأي شيء من أبناء محافظة الكرك. أحيت عدة جوقات أمسياتها الميلادية مرنمين لطفل المغارة ومنشدين للسلام. المزيد في التقرير التالي. طفل السلام بعد منام تام اليام تغني له أيها المسيح الجادي جوقة الأردن البيزنطية أمسيتها الميلادية بعنوان عمان ترنم في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق برعاية النائب قيس زيادين وحضور المونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية في عمان والمطران ياسر العياش وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وشخصيات رسمية وعامة. وقدمت الجوقة عددا من الترانيم الميلادية شارك بها الأب عماد البواب والمرنمة نائلة السمعان. سبحان الكلمة في محافظة الزرقاء أقامت جوقة دون أوريونا أمسية ميلادية بحضور راعي الكنيسة الأب هاني جميل وأبناء الرعية، حيث قدمت الجوقة مجموعة من الترانيم الميلادية المميزة. عشنا فعلا أوقات صلاة، أوقات فرح، دخلنا بجو الميلاد من خلال هذه التراتيل الرائعة اللي سمعناها من قبل
جو قدون أوريون الكبار والصغار. بدنا نطلب من الرب خاصة بهذه نهاية هذه السنة وبهذه الاحتفالات الميلادية اللي راح نعيشها بعد كم من يوم، أن يمنح السلام والأمن والاستقرار لبلدنا. وبدنا نشكر كمان قائدنا الملك عبد الله الثاني المعظم على اهتمامه بكل الطوائف وكل الكنائس وكل هذه المناسبات الخاصة اللي عم بيعيشوها المسيحيين بهذه الفترة، وعلى توفير الأمن والأمان لهذه الأجواء الميلادية اللي عم بنعيشها. بدنا نشكر كمان السلطة والحكومة والشرطة والأمن اللي عم بيسهروا بيتعبوا من أجل توفير هذه الأجواء. وفي ذات السياق، أقامت شبيبتا رسل الرحمة وهياكل الروح أمسية ميلادية في رعية القديس ميخائيل، حيث قدمت خلال الأمسية نشيدة موطني تمجيدا لأرواح شهداء الكرك. واشتملت الأمسية على تراتيل ميلادية وفيديوهات وسكتش يبين معنى الميلاد. تعرفي شو أهم إشي في الشجرة؟ الإشي اللي بنعلقه فوق، عرفتي؟ عرفتي إيش هو؟ نجمة. النجمة هاي اللي قبل 2000 سنة هي اللي دلت المجوس على مغارة بيت لحم. عارفي مغارة بيت لحم؟ بيت لحم اللي نولد فيها الملك والمخلص يسوع المسيح. رايحة تزور كوخ مسحور بيتها مار تلج وزهور واللعب طاير ويضحكوا لك أقيمت في مركز سيدة السلام للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حفلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد برعاية البطريرك فؤاد طوال وحضور الأب شوقي بطريان مدير المركز والراهبات وشخصيات رسمية وعامة وأهالي الأطفال. وتضمن الاحتفال فقرات ميلادية منوعة وتوزيع الدروع التكريمية والشهادات والهدايا على الأطفال. وفي الفحيص أقامت جمعية الشهيد الطيار يزن عرنكي وعدة جمعيات ومؤسسات خيرية نشاطاً ميلادياً ترفيهياً للأطفال تحت عنوان نحن الأطفال نريد أن نعيش بسلام الرب. وقدم الأطفال مجموعة من التراتيل الميلادية من أجل السلام في العالم ووزعت الهدايا عليهم. وأقيمت خلال الاحتفال العديد من النشاطات والمسابقات والألعاب الترفيهية. حاولنا نجمع أكبر عدد ممكن من الأطفال من خلال مؤسسات المجتمع المدني زي ما حكيت على نية الشهيد يزن عرنكي، وإن شاء الله يا ربي فرحة هالأطفال بتوصل ويسوع دائما بيكون حاميهم والله يحمينا ويحمي هالبلد يا رب يحميهم جميعا. نحن معلمات متطوعات، 6 معلمات بإشراف الأب عماد علامات من رعية اللاتين، عم نعطي دروس تعليم مسيحي لطلاب الحكومة اللي ما سنحت لهم الفرصة إنهم يتعرفوا على يسوع. فنحن هدول الطلاب عم نعطيهم الدروس تعليم المسيحي مرة بالأسبوع، ومن ضمن الأشياء اللي منحب إنه نضيفها أو نعطيها للأولاد إنه نحسسهم بالميلاد اللي ما عم بيحسوا فيه بأجواءهم الحكومية بمدارسهم. أنا دعيت كل أطفال العالم أقولهم أنتوا بخير، وأشكر قناة رسات كل عام وأنتوا بخير.
السماء تتلج أشعار السلام. يا سماء تتلج أشعار السلام. عام 2016 كان زاخراً بالعديد من الأحداث التي واكبها مكتب فضائية نورسات في الأردن. التقرير التالي يعرض أبرز التغطيات والفعاليات. لقد كان لمكتب نورسات الأردن خلال عام 2016 نشاطات عديدة وإنجازات نوعية تمثلت بالكثير من التغطيات والمتابعات. أولاً برحب بكم في مصر، وسعيد جداً للغاية ومن قلبي بزيارتكم. ولعل أبرزها لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني الاعتيادية لرجال دين وشخصيات وقيادات مسيحية، والتي يؤكد فيها جلالته دائماً على أن المسلمين والمسيحيين في هذا البلد يمثلون الاعتدال والتسامح، وأن المسيحيين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، حيث أن إنجازاتهم في بناء الوطن ماثلة للجميع. وبالإضافة لنشاطات نورسات المعتادة بتغطياتها للمناسبات الكنسية والرعوية خلال السنة، من قداديس احتفالية مختلفة كعيد الغطاس عند ضفاف نهر الأردن وعيد الفصح المجيد والتحضيرات الكنسية لعيد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة وتغطيتها لأمسيات ميلادية وافتتاح بازارات. فقد نظمت نورسات بازار الرحمة الثاني الذي جاء استجابة لنداء قداسة البابا فرانسيس بإعلان سنة 2016 سنة الرحمة في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكين الكاثوليك في جبل عمان. ونحن في مكتب نورسات الأردن، ومن إيمان شعبنا وعلى خطى بلدنا ونهج قيادتنا، فقد حملنا على عاتقنا المسؤولية وعاهدنا أنفسنا بأن نبقى الأوفياء للوطن والأمناء على العهد، بالوقوف إلى جانب إخوتنا ندعمهم ونشد على أزرهم بكل ما أوتينا من عزيمة وإخلاص. وللسنة الخامسة على التوالي قام مكتب نورسات الأردن بتنظيم صلاة الوحدة، شارك فيها الأساقفة وعدد من رؤساء الكنائس والمؤمنين من مختلف الكنائس في الأردن. فاجتماعنا هنا اليوم هو تجسيد لجهود المحبة للكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة، لنصلي بوحدة واحدة من أجل جميع المؤمنين الذين يؤمنون بإله واحد آب ضابط الكل. صلوا من أجلنا يا أصحاب السيادة لكي تبقى نورسات حاضرة في كنائسنا وفي كل بيت مسيحي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأن تشهد للمسيح بشجاعة في هذه الأرض المباركة، وأن نكون الملح الصالح لهذه الأرض والنور الحقيقي لهذا العالم. وشاركت نورسات بتغطية الاحتفال الذي أقيم في مدينة بيرغامو الإيطالية للأب بيير باتيستا بيتسبالا وتعيينه رئيس أساقفة والعمل كمدبر رسولي على أبرشية القدس التي تضم كافة الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين والجليل. Very important day for not just only for me but for all the Church of Jerusalem. New bishop, new life. I wish to bring to Jerusalem the spirit of the gospel that is for everybody and to give hope for all our Christian community in Jerusalem. الأسقفية بحد ذاتها هي نعمة كبيرة بحد ذاتها، وإلها نعم خاصة مرتبطة فيها. أملنا بهذه النعم حتى تساعد هذا المسؤول الجديد المدبر الجديد على مجابهة كل ما عندنا من تحديات من مشاكل. كما حظيت زيارة قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية إلى الأردن، وده بيخلينا نبقى قريبين لبعض، نفهم بعض ونحمل مشاعر ونحمل هموم بعض.
ولقائه جلالة الملك عبد الله الثاني اهتماماً كبيراً من نورسات التي غطت القداس الإلهي الذي ترأسه قداسته وزيارته إلى محافظة مادبة وموقع المغطس. كما قامت نورسات بالمشاركة في تغطية احتفال تدشين أول مزار في الأردن للقديسة ماري ألفونسين مؤسسة الرهبنة الوردية في الذكرى الأولى لإعلان قداستها من قبل الفاتيكان، والذي أقيم بتبرع خاص تخليداً لما قدمته الأم ألفونسين من خدمة للسلط لكنيستها ورعيتها. وها نحن اليوم نجسد فكرة المزار التي جاء بإلهام منها، فمنذ سنة وهي تتراءى لنا في هذا المكان وترسل رسائلها من خلالنا أنا وفريق عمل نورسات الأردن الذي أعتز فيه وأفتخر. فمنذ إعلانها طوباوية وقرب إعلانها قديسة ونحن نتتبع رسالتها الرهبانية من خلال مذكراتها، فبدأنا بعمل فيلم وثائقي عن حياتها. كما رافقت نورسات غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيليوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين في زيارته الرعوية الأولى إلى محافظة المفرق ولقائه أبناء رعيته في المحافظة، حيث غطت نورسات مجمل برنامج الزيارة الذي تضمن تدشين وافتتاح قاعة وجرسية كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في المفرق وجولته لمنطقة رحاب الأثرية، حيث أبدأ إعجابه بالاهتمام الرائع بالكنائس الموجودة والتي تعود إلى عصور دالة على قدم المسيحية في المنطقة. وفي ذات السياق ومن خلال مسؤوليتها الوطنية في ترويج المنتج السياحي الأردني وخاصة الديني، رافقت نورسات الوفد الأردني من وزارة السياحة والذي ترأسته لينا عناب وزيرة السياحة والآثار لرد الزيارة لقداسة البابا طوادروس الذي تم تسليمه قرار مجلس أمناء هيئة موقع المغطس بزيادة مساحة الأرض المخصصة للكنيسة القبطية لاستكمال بنائها في موقع المغطس. اليوم احنا زيارتنا هي تأتي كأول شيء كشكر وعرفان لقداسة البابا على هالزيارة الكريمة اللي يعني شرفنا فيها في الأردن، وطبعا يعني اللي تلى الزيارة كمان كان إشي كتير مهم، والتصريحات اللي عملها قداسة البابا هي تصريحات احنا منقدرها يعني جل التقدير. وبمناسبة مرور عام على إعلان موقع عماد السيد المسيح المغطس على لائحة التراث العالمي لليونسكو، فقد رافقت نورسات الوفد الأردنية المشاركة في الحفل الموسيقي الذي أقامته السفارة الأردنية في باريس، وساعدت بشرح وإبراز العديد من المواقع السياحية الهامة في المملكة. جميع هذه البرامج أيضا من أجل الأردن، من أجل الترويج إلى المناطق الدينية والأماكن الدينية السياحية. كما لقيت الزيارة الهامة لرئيس مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان الكاردينال ليوناردو ساندري إلى الأردن، والتي كانت بتوجيه من قداسة البابا فرانسيس لمتابعة بعض النشاطات والمشاريع الكنسية الخيرية اهتمام نورسات، حيث تم تغطية زياراته لمزار النبي موسى في جبل نبو وحديقتي الرحمة في مادبة وعمان وللعائلات العراقية المقيمة في الأردن. ووسط مشاعر حزينة وأجواء خاشعة عمها روح التعزية والإيمان المشترك، شاركت نورسات بواجب العزاء وتغطية الصلاة الجنائزية التي أقيمت في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في عمان عن راحة أنفس شهداء الكنيسة البطرسية في القاهرة الذين قضوا ضحية الغدر والإرهاب خلال حضورهم أحد القداديس الإلهية. ونتيجة للحوادث الأمنية الأخيرة، فقد اقتصرت الكنائس المسيحية في المملكة احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد بإقامة الصلاة والقداس الديني والدعوات من أجل حماية الأردن وقيادته لمواجهة الإرهاب والتطرف.
وترحمت كافة الكنائس الأردنية على شهداء الكرك، شهداء الواجب، داعية الله أن يحفظ الأردن وقيادته المعطاءة من كل مكروه. ومع كل ما شهده العام من آلام ومآس ناتجة عن الأعمال الإرهابية التي وقعت هنا وهناك في هذا العالم، فإننا نتطلع والأمل يحدونا أن يكون العام الجديد عام مسرة وفرح، عاما مفعما بالمحبة والسلام والأمن والاستقرار. ودعت الكنيسة الكاثوليكية في الأردن قدس الأب إبراهيم بطارس الذي انتقل إلى الديار السماوية عن عمر يناهز 80 عاما، أمضى منها 52 عاما خادما في حقل الرب، ووري الثرى في مدافن الكهنة في مركز سيدة السلام، حيث ترأس المطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الأردن الصلاة الجنائزية للأب الراحل بحضور البطريرك فؤاد طوال والأساقفة والأباء الكهنة من الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الرسولية المختلفة والراهبات وجموع المؤمنين. ولد الأب إبراهيم بطارس في مدينة سوف بمحافظة جرش عام 1939، ورسم كاهناً عام 1964، حيث خدم العديد من الرعايا، كان آخرها رعية كنيسة انتقال السيدة للاتين في السلط، كما احتفل في عام 2014 بيوبيله الذهبي في كنيسة قلب يسوع الأقدس بتلاع العلي. الراحة الأبدية أعطه يا رب، والنور الدائم فليضئ له. أقيم في جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية لقاء جمع قادة الحركات الكشفية في الأردن بحضور المطران مارون اللحام مطران اللاتين في الأردن والسيد سمير مراد الأمين العام للجمعية، حيث جاء هذا اللقاء كمبادرة محبة وتآخٍ بمناسبة عيد الميلاد المجيد. صراحة هذه كانت تلبية لطلب لما على عيد رمضان الماضي كشافة المصدار أقاموا حفل إفطار لمجموعة الكشاف، ووقتها قلنا في الكلمة نأمل أنه السنة القادمة إخوتنا المسلمين يدعو إخوانهم المسيحيين إلى عشاء برضو بمناسبة عيد الميلاد، وهذه الكلمة ما وقعت ببير فارغ، وأطلقنا هذه الدعوة ولبناها بكل فرح، سيما في الظروف الحالية اللي بيعيش فيها وطننا مآسي وقتل وإرهاب، للتشديد على الأخوة الأردنية المسيحية المسلمة والتركيز على أنه الوطن واحد مختلف المنابت ومختلف الديانات والثقافات، والحمد لله أنه مر كل شيء بخير، ونأمل أنه يبقى هذا الوطن آمن مستقر بعيد عن أي تطرف وأي تعصب وأي قتل باسم الدين، وأن يبقى الدين علامة محبة ووحدة لا علامة تفرقة. اليوم يوم سعيد بتاريخ جمعية الكشاف والمرشدات، واستضفنا المطران مارون اللحام بالجمعية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في له رسالة محبة وسلام سمعوها قادة الكشافة والمرشدات، وكان لنا شرف استقباله، والحمد لله انطلاقة جديدة بعهد توافقي واتفاق كامل بأن يكون جمعية الكشافة والمرشدات جمعية واحدة تعمل كيد واحدة دون تفرقة ودون تمييز، مبنية على المحبة والسلام. نشكر جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية ممثلة بسمو الأميرة بسمة المعظمة والأمين العام معالي السيد سمير مراد بدعوتنا كمجموعات كشفية مسيحية بالأردن وجميع قادة المجموعات الكشفية في الأردن، ذلك للتهنئة بمناسبة العيد الميلاد المجيد ورأس السنة، وهي بادرة من جمعية لتعزيز العلاقات وتوديدها، وأكيد هذا مفخرة إن جميعا في أردن أبو الحسين، ونشكرهم جميعا، نشكر قادة المجموعات اللي لبوا الدعوة هاي، وهذا ما يعكس الإخاء والمحبة ما بين الطرفين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية تقيم لقاء محبة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. الأب إبراهيم بطارس يواري الثرى في كنيسة سيدة السلام.
أمسية ميلادية لجوقة الأردن البيزنطية بعنوان عمان ترنم. نورسات الأردن ونشاطات متنوعة خلال عام 2016. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.